سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في نوفل فيديو، ومرحبا بالناس اللي يلاه التحقوا بالقناه. معكم اكرام. اليوم ان شاء الله لا فيديو غادي تكون مكياج يومي ديال الربيع، بما ان فصل الربيع دابا جا، تبدل الجو، بدا كيسخن واحد شويه، زقزقات العصافير بدات شويه، النفسيه كتغير، بدينا كنخرجوا شويه من الاكتئاب ديال الشتاء والحزن وما جاورهما. دونك اليوم قررت انني ندير لكم مكياج جديد كندير انا كل نهار، يعني مناسب للبنات سواء الخدامات ولا البنات اللي كيقراو في لونيفرسيتي ولا المدرسه، على حسب نتوما واش كديروا المكياج ولا لا. المهم غادي نستعمل المنتوجات اللي يمكن لكم تلقاو في اي بلاصه، للثمن ديالها رخيص ما غاليش، وغادي نعطيكم الراي ديالي فيهم بما انني شويه يعني بدلت شحال من حاجه كندير. دونك غادي نعطي اون طون الراي ديالي فيهم. خليكم تشوفوا لا فيديو حتى الاخر باش تشوفوني كي وليت بالمكياج ديال الربيع. ونبداو دابا المكياج. نبداو دابا في المكياج. اول حاجه، اول خطوه ضروري اي بنت ديرها، اللي جو بونس دابا راه كلهم البنات عارفينها، هي ليدغاتاسيون ديال لابو. ضروري ومؤكد اننا نيدغاتيو لابو ديالنا، نرطبوها، سواء كان عندنا لابو غراس ميكست ساش، ضروري من الترطيب. دونك هنا انا استعملت هاد لا كريم ايدغاتونت، هي ديال لابو ميكستا غراس من لاغوش بوزي، سميتها توليريان و سنسيتيف فلويد. هادي تكون خفيفة على لابو غراس، هادي ما كتيدمش البشرة دغيا. من بعد خصنا ضروري نيدغاتيو لو كونتور دي زيو، حيت تما هي اكثر بلاصة دغيا كتشرف، هي كيبانو فيها التجاعيد، لان لابو ديالها كتكون سنسيبل ورقيقه بزاف. دونك انا هنا غادي ندير واحد لا كريم ايدغاتونت، هاد لا كريم فيغان، وما فيهاش هادوك، ما فيهاش لي برودوي نوسيف على البشره، سميتها نونيك. بالنسبه للبنات اللي ساكنين في سويسرا راه غادي يلقاوها في لاكوب، هي اباز ديال زيت الزيتون ولافوكا. غادي نديرها تحت عينيا هكا. ضروري من الترطيب كي قلت لكم الصباح باش تفيقوا هكا قبل من المكياج، وفي الليل فاش ديماكيو وتغسلوا الوجه ديالكم. بالنسبه منين كيبدا يسخن الحال، انا كنفضل ما باقيش كندير الفون دو طان وكنبدلو بيبي ولا سيسي كريم. عندي هنا يلاه وليت كنستعمل هاد سيسي كريم، غادي نخلي لكم التصويره ديالها هنا، ديال بورجوا، راه غادي تلقاوها كاينه في المغرب، كاينه في اي بلاصه. سميتها كولور كوريكس كولور كوريكسيون، لا تانت ديالي 33، فيها غير كات تانت، ما فيهاش لي تانت بزاف ولكن زوينه الصراحه. غادي نديرها على الوجه. علاش كنفضل لي سي سي ولي بيبي كريم فاش كيبدا يبرد الحال، بما ان انا لابو ديالي غراس، منين كيبدا يسخن باردون كيسخن الحال، تتبدا لابو ديالي كتلق الدهنيات اكثر من سميتو من الشتوى. دونك كنفضل هادي كتكون خفيفه على لابو. غادي انا غادي نديرها غير بيديا، غادي يبان ليا كثرت كاع. ومن بعد غادي نعاودها بالبيوتي بلاندر ولا بالبانسو اللي عجبكم. بالنسبه لهاد البيبي هاد السيسي كريم، واش زوينه ولا لا؟ الصراحه زوينه، والثمن ديالها زوين، سورتو البنات اللي عندهم لابو غراس هكا ولا لابو ميكس، فنة. الثمن ديالها انا هنا خديتها من البنات اللي في سويسرا، راه غادي يلقاوها في كاع البلايص اللي كيبيعوا بورجوا، في مانور،
في لا فارماسي سان ستور بنات المغرب راه غادي تلقاوها في دوك لي ستاند ديال بورجوا. حتى بنات فرنسا والدول الاخرين راه غادي تلقاوها في ستاند ديال بورجوا موجوده. دونك انا هنا غادي نطبطب على الوجه ديالي. باش غير ما يبقاوش ليا دوك الشريطات. هي صراحه التغطيه ديالها من خفيفه المتوسطه، يعني ما غاديش تقلبوا سي سي كريم، ما غاديش تقلبوا على التغطيه ديال الفون دو طون لانها كتبقى خفيفه. دونك غير التغطيه متوسطه. الثمن ديالها داير 18 فرانك هنا سويسرا، وطبيعه الحال راه غادي تلقاوها رخص في بلايص اخرى. دابا غادي ندوز للكونسيلر. بالنسبه لكل نهار انا كنستعمل هذا ديال ميبلين فيت مي، لاتانت ديالي 25، كيجيني خفيف على هذاك الاخر اللي كنستعمل ديال مارك. انا ماشي ميكاب ارتست بيان سور، انا كنشارك معكم غير هذاك الشيء اللي هكا كنعرف واللي عجبني. هاد الكونسيلر زوين بالنسبه للبنات كاملين، فيه لي تانت كثار وراه كاين فيه ميم شيتو. بالنسبه لا كاليتي بري مزيانه، ماشي بالضروره حنا نستعملوا لي برودوي يكونوا غاليين باش نقولوا راه باش يجيو زوينين. يمكن تلقاو برودوي غير الثمن ديالو متوسط ولا رخيص ويكون حسن من هادوك اللي غالي. بالنسبه باش دابا ساليت لونتي سيرم غادي نفيكسي كلشي بهاد لا بودغ ديال اسانس سميتها ماتيفاين كومباكت باودر، تلقاوها عند اسانس زوينه، الثمن ديالها رخيص بزاف. انا شريتها بشحال، ما عادش 4 فرانك، تقريبا شي 40 درهم. غادي ندير تحت العينين ديالي. وغادي ندير في لازون تي باش هكا تبقى شاد لينا المكياج النهار كامل. انا كان هنا كان بالنسبه للحجبان كنستعمل جوج ديال لي برودوي، هذا نيكس الثمن ديالهم راه زوين ولكن ما غاديش تلقاوهم في المغرب، كاين في الدول الاخرى. بالنسبه للمغرب ممكن لكم تستعملوا اي قلم، هذا جل وهذا القلم. بعد ما صايبت حجباني كيف ما شفتوا ما بينتهمش لكم باش ما يجيش الفيديو طويل، غادي نثبتهم بهاد الجل ديال لي سورسيل من كاتريس، حتى هو زوين الثمن ديالو ما غاليش. اليوم غادي ندير واحد ماكياج في لي طون روزي، دونك غادي نكمل لو طون ديالي كامل، عاد غادي ندوز لسميتو العينيه. هنا غادي نغيشوفي لو طون ديالي شويه بهاد لا بودغ اولا ديال بينيفيت. الصراحه هادي شريتها ما كانتش غاليه، شريتها من ديوتي فري و الثمن ديالها من ديوتي فري كندير 18 فرانك. وما غادي نحاول ما غاديش ندير كونتورين ولا شي حاجه، غادي غير نغيشوفي لو طون وصافي. لا
دابا غادي ندوز البلوش. هنا غادي نستعمل هاد لاباليت ديال تو فيست، فيها اللوينات زوينين بزاف. اللوينات هاد لاباليت صراحة كتعجبني، كانت غير اديسيون ليميتي، ودابا راه داروا كل فاراجو كيتباع بوحدو. غادي نستعمل هاد اللون هذا بما انني بغيت ندير مكياج غوز هذا، وغادي نخلطو شويه مع هذا. في الربيع كيعجبني ندير مكياج هكا يكون في لي طون غوزي، حيت كيعطينا واحد لابون مين. دابا غادي ندوزو العينين. انا هنا غادي نستعمل هاد لاباليت، يمكن لكم تستعملوا نيمبورت كان باليت اللي يكونوا فيها هاد الالوان اللي غادي نوريكم. دونك غادي نبداو بهاد اللون هذا على الجفن المتحرك كامل. هاد اللون غادي يساعدنا باش غير الالوان الاخرين يندمجوا دغيا، بحال كيوحد لينا اللون ديال الجفن. من بعد غادي ندوز لهاد اللون هذا بحال الصومو، غادي نديرو لون انتقالي. العين ديالي دابا غادي ندوز لهاد اللون هذا، راه غادي يبان لكم هنا بحال بوردو، ولكن من غادي نديرو على عينيا هو بحال كيعطي لون روز واحد شويه. المهم كي قلت لكم ماشي بالضروره تستعملوا نفس الباليت اللي كنستعمل انا. غادي ناخذ نفس اللون وغادي نديرو تحت العين ديالي. دابا غادي نجي لهاد البلاصه اللي بقات عندنا خاويه، وغادي تاخذوا لون يكون غوز هكا، فيه واحد بايتي. انا غادي ناخذ هادو من هاد لاباليت هنا بحال هاد اللون هذا، وغادي نديرو غير في صبعي هاد البلاصه اللي بقات عندنا خاويه. مننساوش الدمجو كاع الحدود اللي كيكونوا ما بين اللون واللون الاخر. غادي ندير نفس اللون حتى في هذه الزاويه الخارجيه الداخليه ديال العين. غادي ناخذ قلم اسود ديال العين، عندي هذا ميبلين سميتو كالور شوك، زوين صراحه. اللون ديالو كحل بزاف، غادي نكحل غير الجفن الفوقاني من جهه الرموش، باش بحال كيانتونسيفي لينا العين. غادي ناخذ غاد هاد اللوين هذا وغادي نديرو تحت الحجب ديالي. بالنسبة
بالنسبه للماسكارا غادي نستعمل هذه الماسكارا ديال اسانس، رائعه غزاله، الثمن ديالها رخيص، جوبونس شي 3 فرانك باش شريتها، تقريبا شي 30 درهم في المغرب، ولكن ما عندي ما نقول. سميتها اي لاف اكستريم، كتعطي واحد الفوليوم زوين، و بالمقارنه مع ماسكارات اخرين غاليين الصراحه كدير نفس الخدمه ديالها. جوبونس يبان لكم الفرق ما بين هادي وهادي. دابا راه درت غير كوش وحده، بالنسبه للهايلايت انا غادي نستعمل هاد سميتو بعدا ستيك ديال نيكس. هاد ستيك زوين، فيه كاين النص كاين هايلايت و النص الاخر كاين كونتور. هذا خديتو يونيفرسال بالنسبه لجميع لي كارناسيون، جميع الالوان يجي معاهم. سينون كاينين اخرين كاين لايت ميديوم و دارك. غادي نستعملو الثمن ديالو حتى هو معقلتش، المهم ما غاليش. غادي نديرو انا غير فوق المنخر ديالي هنا باش عطينا واحد شويه ديال الدمعه، وغادي نديرو غير شويه هنا. ندوزو دابا الروج على ليفغ. انا ما غادي نستعملش روج على ليفغ، انا في هذا الاخر وليت كنستعمل الكريون على ليفغ، يعني قلم لتحديد الشفاه. هادو حتى هما من اسونس غزالين، كنصحكم بهما البنات. الثمن ديالهم جوبونس انا شريتهم فرانك ونص، تقريبا شي 15 درهم ولا 10 دراهم. خديت هاد الالوان ديالهم رائعين، كديروهم كيبقاو النهار كامل وما شادين في الفم، والالوان ديالهم فنين. انا هنا غادي نستعمل هذا عندي في الغوز، ما بقاش مكتوبه فيه لا تانت نمره 15. غادي نحدد به الفم ديالي، هذا هو اللون ديالو. ولكن انا كيعجبني هكا في الربيع والصيف نستعمل لي غلوس، كيعطي واحد لوك هكا، شنو نقولوا، ماشي منعش، ما عرفتش اش كيقولوا لي. المهم واحد اللوك هكا اونتاوي زوين، هكا لي ليفغ يبقاو كيلمعوا، انا كيعجبني الصراحه سورتو هكا في الربيع كي قلت لكم والصيف. غادي نديرو من الفوق هاد الكلوس ديال اشيام، خديته من اشيام. كيعطي بحال هكا، بحال هاد الشكل. واخر حاجه اللي ما كنستغناش عليها انا حيت عندي لابو غراس وما كيقبضش ليا الماكياج بزاف، ضروري كنستعمل هذا فيكساتور ديال نيكس مات فينيش، كيعطي واحد لو فيني مات زوين بزاف البنات اللي هكا البو ديالهم كراس. الثمن ديالو شريتو ب 12 فرانك، ما غاليش بالمقارنه مع الاخر ديال ماك. وهذا هو اللوك النهائي. وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى ان المكياج يكون نال الاعجاب ديالكم، وتكونوا يعني استفدتوا واحد شويه من لي برودوي اللي وريتكم. يمكن تعجبكم شي حاجه وتبغيو تمشيو تشريوها، وما تنساوش تقولوا لي كيجاكم المكياج واش توب ولا فلوب في التعاليق، ووصلوا الفيديو ل 200 لايك، بارك عليا 200 لايك،
وبارطاجيوه مع صحاباتكم وحباباتكم باش تشجعوني، راني محتاجة فعلا الدعم ديالكم. نتشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. طولوا بزاف راسكم. باي.